الله يعطيكم العافية. بلا شك المهرجان هو مهرجان عظيم ورائع. السينما في النهاية في الأول والأخير هي سينما إنسانية للإنسان، وبكل تأكيد هي انعكاس لما نشعر به وبما نؤمن به. فسعيدين جدا بتواجدنا هنا، نشكر لكم هذه الدعوة الكريمة، ومتحمسين جدا لمستقبلنا بإذن الله، واللي يكون مرارا وتكرارا يعني زيارتنا لهذا المهرجان الجميل.